نرحب بحضراتكم مره تانية، وكعادتنا دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لوفد امريكي يضم كل من السناتور كريستوفر فان اولن والسناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. جاء اللقاء في اطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحده على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الاوضاع الاقليميه الراهنه وخاصه في قطاع غزه. خلال الاجتماع جدد الجانبان الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بمصر بما يضمن مراحل الإنتاج المختلفة، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد أمريكي بيضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. جاء اللقاء في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة في قطاع غزة. وحرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي اللي تضمنت التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين اللي تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة الزراعة، خصوصاً متابعة زراعة محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض موقف عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس على مدار عام 2023، وثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة هؤلاء اللي بيحتاجوا لاستجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية. امبارح توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. خلال اللقاء أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وده بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح بيمثل إحياء لقيم المحبة والتسامح والسلام اللي دعت ليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، وأعرب عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، مؤكداً أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذج فريد لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، واللي بتأتي في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التعليمية والتدريبية اللي بتنفذها القوات المسلحة.
وقام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات اللي بتحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة، وذلك للاطمئنان على المستوى التعليمي والتدريبي بها. كما ناقش عدد من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من البحر الأحمر حيث تم الانتهاء من تجديد شبكة المياه في الغردقة بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنيه. في محافظة البحيرة تم تطهير 70% من المصارف والمساقي استعدادا لموسم الشتاء. أما في الجيزة وتحديدا في أبو النمرس فيتم النهاردة قطع المياه عن بعض المناطق في أبو النمرس لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الصيانة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بعدة مناطق في الغردقة بتكلفة 22 مليون جنيه، ومن المناطق اللي تم الانتهاء من تجديدها منطقة شيري ومنطقة جبل العفش. في سوهاج تمت الموافقة على تخصيص 12 شقة سكنية لاستخدامهم كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمنطقة البنوك، وده تيسيراً للعمل للأطقم التمريضية بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفى الجديد. في البحيرة نفذت مديرية الزراعة عمليات تطهير ل 2207 كيلو متر من المساقي و 1211.25 كيلو متر من المصارف، وبتستهدف خطة التطهير الترع والمصارف كافة ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية، وبلغت نسبة التطهير بمراكز المحافظة 70%. في المنيا أعلنت رئاسة مركز دير مواس عن خطة الرصف بشوارع دير مواس وعددها 61 شارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024، وده لتخفيف الضغط على الحركة المرورية بشوارع المدينة والتيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات. في الجيزة أعلنت المحافظة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس، وهيتطلب ذلك قيام الشركة بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم إلى الساعة 8 صباح غدا السبت، وبتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشتر، شبرمنت، ومانيال شيحة. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم إنه هيتم تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية صباح غد السبت بقاعة مجلس العمد والمشايخ. تأتي المبادرة دعماً من المديرية للطلاب وتيسيراً على أولياء الأمور، وهيتم تقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.